تعاملنا مع قضية فلسطين والقدس الشريف لا يعكس حجم ما أنعم الله به علينا من ثروات بشرية وطبيعية هائلة، ومن قوة ومن طاقات جبارة لا تنفد، ومن عقول خلاقة في كل ميادين الحياة المعاصرة. أن المؤسسات الدولية والمواثيق العالمية وفي مقدمتها مؤسسة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقف اليوم عاجزة بل مسلولة شللاً رباعياً أقعدها عن تنفيذ بند واحد مما تعهدت بتنفيذه.